لك يا كابتن، انت في ماتش الاهلي والزمالك الاخير كنت خايف من زيزو ليه على مصطفى؟ وانت مالك يا اخي؟ كتبوا كده يعني، انا مالك الاشانتي بيقول لو اللي هم كتوكو ما كسبوناش، هو كتوكو ده معقل الاشانتي، لو ما كسبوش بيقتلوا 40 واحد من الضيوف عشان اكراما لمالك الاشانتي. اي كلام طبعا، برضه الناس بتصدق، وكنا ساعتها اول بقى مره نوصل. مخفتش يا كابتن؟ خاف من ايه؟ خلي بالك 40 الافارقه دول، 40 الافارقه دول 40 واحد، ده علي الكسار وهيضرب على الزلع ويطلع يا سمسم واقفل يا سمسم. طبعا لا، لانه الكلام ده مش موجود. الافارقه على فكره طيبين جدا، ومباراتنا معاهم معظمها مش كلها، معظمها الحقيقه بتعدي بشكل كويس وبشكل محترم وبيتقبلوا النتيجه. انا فاكر في الكاميرون كسبنا كانون ياوندي بضربات الجزاء وصل 90,000 متفرج. احنا لما كسبنا وخلصنا انا قلت هتحصل لنا مصيبه يعني، سقفوا لنا تسقيف مش طبيعي يعني. والله كويس ان انت قلت الحاجات دي عشان اوضح الناس. عندك حاجه تاني؟ اه كتير. بقول لك يا كابتن، انت في ماتش الاهلي والزمالك الاخير كنت خايف من زيزو ليه على مصطفى؟ وانت مالك يا اخي؟ زيزو جامد. يبقى صح كلامي طالما انت عصبت كده. زيزو لعيب هايل بجد. طبعا، وانا بحبه جدا، وربنا يشفيه يا رب ويعافيه ويرجعه بالسلامه. اول ماتش اهلي وزمالك لمصطفى، وانا عمري في حياتي لا انا ولا امه رحنا له مباراه. فرايحين المباراه دي وانا خايف عليه خوف موت بصراحه يعني. ايوه. طب ليه كنت خايف من ايه؟ ماتش صعب ونهائي كاس اهلي وزمالك وجمهور مال الملعب، ومامته معايا عامله لي يعني حاله من الرعب يعني. ربنا يكون في عونها. ده دماغك اتخبطت في الازاز. والله لسه العلامه اهي لحد دلوقتي، لو الكاميرا قربت يعني. الف سلامه. الله يسلمك. فزيزو لعيب، الله يخليك. فزيزو لعيب هايل ولعيب جامد، وفعلا كنت خايف منه. هو اول واحد عمل تهديد ومصطفى كان كويس. كنت خايف يحط جونين ثلاثه. طبعا عشان كده بحب صراحتك. طبعا، لان هو زيزو من احسن لعيبه في مصر، مش نادي الزمالك بس. تتمنى ان زيزو يروح الاهلي؟ طبعا. الله عليك. طبعا لعيب زيزو. خلي بالك بقى، انت بتتكلمي في كل المواصفات، لعيب كوره على مستوى عالي جدا، اخلاقيات ما حصلتش، ادب مش طبيعي يعني. الحاجه الابن اللي تحب ان يبقى عندك ابن بالشكل ده وموهبه بالشكل ده، زيزو لعيب نادي الزمالك. عندك حاجه تانية ولا تتكل بقى؟ هو انت اللي خليت شادي محمد يعتذر للكابتن خطيب بعد الانتخابات؟ لا 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 لا، هي لا، عشان برضو اول مره تقول حاجه صح. مش يعتذر شادي، في النهايه كابتن النادي الاهلي. واحنا كلنا بنروح مواقف بعيده ونرجع وقصه وحدوته، وشادي كان كابتن النادي الاهلي لفتره طويله جدا ومحقق بطولات يعني. وفي الاخر القصه خلصت والانتخابات خلصت، وانا خلاص انتهينا، كابتن خطيب كسب وكسب باكتساح والدنيا مشيت تمام التمام. كان عندي فرصه ان انا ألطف الأجواء مرة ثانية، وأعتقد ده حصل، وده دوري برضو كابن من أبناء النادي الأهلي، وده أمر على فكرة يسعدني. ما تكسفش إن أنا أقول لك كنت بسعى لحاجة زي دي، والحمد لله إنها حصلت يعني.